السلام عليكم ورحمة الله. كشف المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن جريفيث عن مضمون خطته السياسية التي ستناقش في جلسات المشاورات المقبلة المزمع عقدها في جنيف الشهر المقبل. وقال مارتن في حديث له مع صحيفة الشرق الأوسط إن المشاورات تهدف إلى حصول الأمم المتحدة على اتفاق موقع بين الأطراف اليمنية يفضي إلى حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أن الشرعية والحوثي يعرفان ما هو مطلوب للتسوية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: تفاصيل الخطة الأممية ومدى واقعيتها وضمانات تنفيذها وقدرة الأمم المتحدة على إبرام اتفاق سياسي يمني هذه المرة. أكد المبعوث الأممي وجود اجتماع قادم بين الأطراف اليمنية في 6 سبتمبر المقبل، وأوضح مارتن للشرق الأوسط أن الخطة السياسية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع ترتيبات أمنية لانسحاب المجموعات المسلحة ونزع سلاحها. وأوضح المبعوث الأممي أن الحكومة المتفقة عليها سيكون لها حق الاستخدام الحصري للقوة العسكرية، لكنه لم يشرح الضمانات التي تكفل نجاح تنفيذ هذه الخطة، إلا أنه قال إن الضمانة الحقيقية هي إرادة الأطراف نفسها. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. مشاورات تؤدي إلى مفاوضات، هذا ما أوضحه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في سياق حديث أدلى به إلى جريدة الشرق الأوسط السعودية بشأن خطته لعقد المشاورة المقبلة بين الأطراف اليمنية المقرر أن تنطلق بمدينة جنيف السويسرية في 6 سبتمبر المقبل. خطة تشير بنظر المراقبين إلى نية جريفيث الانطلاق من نقطة الصفر تقريبا في التعاطي مع الأزمة والحرب في اليمن. النتيجة التي يعد بها جريفيث لا تخرج عن الرؤية التي خيمت على جولات المشاورة الثلاث التي عقدت بين الأطراف اليمنية وقادتها إلى الفشل، فها هو يتحدث بوضوح عن أن واحدة من أهم أهداف المشاورة المقبلة والمفاوضات التي ستليها هو التوصل إلى اتفاق يتم التوقيع عليه يقضي أولا بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع، يليه وضع ترتيبات أمنية لانسحاب جميع المجموعات المسلحة من اليمن ونزع سلاحها بطريقة تضمن امتثالها للوعود التي قطعتها. النقطة الجوهرية التي تدور حولها خطة جريفيث هي أن التسوية تحتاج إلى العودة إلى حالة الحق الحصري في استخدام القوة التي هي الآن من اختصاص السلطة الشرعية، لكن جريفيث يريد إيكال هذا الحق لحكومة التوافق الجديدة التي ستنبثق عن العملية السياسية في مقابل تفكيك ما أسماها المجموعات المسلحة، والذي قال إنه سيستغرق وقتا. لكن المبعوث الأممي لم يكن مستعدا للإدراء بإجابة شافية على تساؤل طرحته الشرق الأوسط حول مخاوف من إمكانية قيام ميليشيا الحوثي بالغدر بالشركاء كما فعلت مع صالح، إذ لم يزد عن القول إن الضمانة الحقيقية الوحيدة لأي اتفاق هي إرادة الأطراف، ولا بد من التأكد أن المجتمع الدولي ليس بالضرورة قوة عسكرية. وصفة كارثية أخرى بتوقيع جريفيث ينتظرها الواقع المحترق بنار الحرب في اليمن، إذ لا تحمل التصورات الجاهزة لدى المبعوث الأممي أي ضمانات بشأن السلام طويل الأمد الذي يسعى إلى تحقيقه. فكل ما لدى المبعوث الأممي هو تطمينات بأن لدى السعودية مصلحة مشروعة في أن تكون حدودها الجنوبية مستقرة وأن لا تتعرض أراضيها للهجمات، وبأن الحكومة اليمنية فعلا هي الحكومة الشرعية في وقت لا يخفي فيه حقيقة أن الواقع قد تغير في الجنوب، وهو تغير حدث بنظر المراقبين بالكيفية ذاتها التي تغير بها الواقع في الشمال، أي على وقع التمرد المسلح على الشرعية والدولة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ علي الفقيه الصحفي ومدير تحرير المصدر أونلاين. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ علي. في البداية، تصريحات جريفيث التي قال أنه من المزمع إن شاء الله عقد لقاءات في سبتمبر المقبل، برأيك هل هذا يدل على أن الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية وصلوا إلى طريق مسدود عسكريا وبات الوقت مناسب لعودة المسار السياسي؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. أعتقد أنه العودة للمسار السياسي هو نتيجة لضغوط وجهود دولية وإقليمية مستمرة لإعادة أطراف الصراع في اليمن إلى طاولة المفاوضات في محاولة جادة، يعني أو نستطيع أن نقول
محاولة من الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن، فرض اتفاق سلام لحل الإشكال في اليمن، لأنهم مقتنعون وصرحوا بهذا من قبل وفي أكثر من وقت بأن الحل في اليمن سياسي ولن يكون عسكريا. وأعتقد أن الجولة القادمة من المشاورات هي تأتي في هذا الإطار، ولو أن قناعتي الشخصية أنها لن تفضي إلى حل ولن تفضي إلى سلام حقيقي حتى وإن أفضت إلى هدنة مؤقتا. نعم، تصريحات المبعوث الأممي أستاذ علي الذي يتحدث عن حكومة وحدة وطنية ونزع السلاح وبعض الأفكار التي طرحها، هل تبدو واقعية في ظل ما هو الآن حاصل على الأرض؟ يعني لم يتفق الجميع حتى حول ملف ميناء الحديدة، كيف يمكن أن تحقق هذه الأهداف التي أعلن عنها المبعوث الأممي إن كانت هناك مفاوضات ستتم في المستقبل؟ للأسف الشديد المبعوث الأممي الحالي جريفيث هو يسير على نهج سلفي ولد الشيخ ويهرب من المشاكل الحقيقية على الأرض إلى أحلام وردية ينسجها لنفسه بأنه قادر أن يدير نقاشا أو يوصل للأطراف المختلفة إلى رؤى مشتركة ليقنع نفسه بأنه قادر على صناعة عملية السلام، على صناعة السلام في اليمن. ونحن يعني على اعتبار أنه هذه مهمته، هذه وظيفته، وأي شخص في مكانه يريد أن يصل إلى تحقيق نجاح معين، لأنه عدم توصله لتحقيق سلام هو يعد فشل لمهمة المبعوث، الذين يتخذون من هذه المهام وسيلة للتقدم في المواقع في الهيئات الأممية، لكن في الحقيقة هو هروب من واقع معقد وأكثر تعقيدا من السابق، خاصة أنه ازدادت وتيرة القتال خلال الفترة الماضية، بينما يعني لم يحرز أي متغير حقيقي منذ مشاورات الكويت قبل أكثر من عامين، وبالتالي سيظلون يراوحون في دائرة مفرغة. فقط هناك ملمح جديد في ما يمكن أن يتم من مشاورات مقبلة، هو حديث المبعوث الأممي عن ضرورة مشاركة أطراف مختلفة في المشاورات، وتحدث عن المؤتمر الشعبي العام وعن شريحة النساء وعن الجنوبيين، وبالتالي هو ينقل المشاورات من صيغة مشاورات بين شرعية وانقلاب إلى مشاورات بين أطراف يمنية مختلفة، وأنا أعتقد أن هذا مؤشر خطير ويحمل مدلول أن هناك نية لإعدام الشرعية في اليمن، أو نستطيع أن نقول إعدام ما تبقى من ملامح الدولة، ليصبح الصراع في المرحلة المقبلة هو صراع بين أطراف مسلحة مختلفة، وليس صراع بين طرفين معلومين للجميع وذكروا في القرارات الأممية السابقة، هما طرف شرعية وطرف انقلاب، هذا ما يريدون طمسه. نعم. خلال المرحلة المقبلة. نعم، أستاذ عبد الناصر المودع، هل يعني تتفق مع طرح الأستاذ علي بأنها ربما كل هذه المفاوضات التي يريد منها المبعوث الأممي عقدها هي لإعدام الشرعية وتحويل الصراع في اليمن بين طرفين مسلحين وليست شرعية وانقلاب؟ مساء الخير وتحية لك والأخ علي. مرحبا بك. أتفق إلى حد كبير مع ما طرحه الأخ علي، والمشكلة أنه فعلا هو ليس هناك من وجود لما يمكن أن نسميه شرعية واضحة وبالتالي انقلاب. الانقلاب واضح، والطرف الذي نصفه بالانقلاب هو الحوثي، ولكن ليس هناك من شرعية تحمل مشروع شرعية حقيقية تمتلك السلطة الكاملة على المناطق التي تدعي بأنها محررة، ولكن ما هو موجود أن هذه الشرعية هي غطاء أو مظلة لعدد كبير من الجيوش والميليشيات، والذي تشكل عدن وتعز نموذج لهذه الميليشيات، وبالتالي ليس هناك من مشروع واضح يواجه المشروع الآخر ومشروع الحوثي. هذا من حيث الشكل، وهذه هي الواقع الموضوعي لليمن. هذا الأمر يجعل أي طرف خارجي أو وسيط يعتقد بأن الأفضل هو أن نجمع الأطراف المتصارعة على طاولة واحدة، وهذه الأطراف تسعى أو يتم الدفع بهذه الأطراف للحلول بصيغة واقعية للحل.
لكن هذه أيضا الصيغة هي صيغة غير واقعية، هي رغم أنها واقعية من حيث أنها ستجمع الأطراف المتصارعة، إضافة إلى البهارات التي يحبها العالم الغربي وهو النساء والشباب وغيرها من هذه وقوى المجتمع المدني لتزيين الطاولة. لكن عمليا لا يمكن للأطراف المتصارعة الحالية أن تتفق، لأننا لا نجمع الآن أحزاب سياسية حقيقية لديها الاستعداد لأن تكون جزء من عملية سياسية ديمقراطية. ما نجمع الآن هو قوى ميليشياوية عندها خيارات صفرية تحركها نزعات دينية طائفية جهوية هي التي تتحكم فيها، وبالتالي هذه المكونات لا تحمل في ذاتها مشروع لدولة تعددية حقيقية. ولهذا من الواضح ومن البديهي أن الاجتماعات القادمة تحت أي صيغة من الصيغ ليس لها أي أفق، خاصة وأننا سنشهد منذ الآن ومع عقد الاجتماع على افتراض أنه سيعقد في موعده، وأنا أشك كثيرا، لأننا سنبدأ نشهد في قضية التمثيل من سيمثل، سندخل في قضية الإطار ما هو الإطار التفاوضي، ثم سندخل في قضية هذا الطرف يرفض هذه الصيغة وهذا الطرف يقبل بها وهذا يتمسك بها، وفي الأخير سنجد أنفسنا أولا في الخلاف على التمهيد للمشاورات. أستاذ عبد الناصر، هناك من يقول هذا سيكون موضوع ثاني. أستاذ عبد الناصر، هناك من يقول أنه ربما باتت جهود المبعوث الأممي هو فقط كيف يمكن أن يحقق إنجاز أن يجمع الميليشيا الانقلابية مع الشرعية في مفاوضات حتى لو لم تكون هناك أي نتائج. ما رأيك بهذا الطرح؟ هل هو فعلا صحيح بهذه الصورة؟ صحيح، هو يبدو أنه سيشعر بأنه إنجاز سيحققه بأنه مجرد أنها تعلن مشاورات تحت أي صيغة من الصيغ، هذا بالنسبة له سيكون انتصار، لأننا نعرف أنه منذ الاجتماعات أو تفاهمات الكويت أو مش تفاهمات منذ اجتماعات الكويت لم يحدث أي لقاءات، وهي مرحلة طويلة تعتبر قياسا بما يقوم فيها الوسطاء الدوليين. يعني لو أخذنا على سبيل المثال النموذج الليبي والنموذج السوري، حدثت لقاءات ومشاورات خلال الفترات الماضية ولم يكن الفاصل، لكن ما قيمة هذه المشاورات إذا كانت تبدو من اليوم الأول أنها لن تحقق شيء؟ طبعا وهي لم تحقق شيء، وهذا ما أريد أن أقوله، أنه علينا كيمنيين ألا نحلم بأن العالم الخارجي والأمم المتحدة وغيرها والوسطاء الدوليين لديهم القدرة على أنهم يحققوا لنا سلام إذا نحن لم نحمل في ذاتنا مشاريع سلام حقيقية. لهذا سيكتفي العالم سيؤيد ويدعم مجرد عقد اجتماع، مجرد تصوير، مجرد الوصول إلى جنيف، سيعتبره المبعوث الأممي بأنه قد حقق إنجاز كبير. وهذا الأمر أيضا لا زال أمر مشكوك فيه أنه يستطيع أن يجمع هذه الأطراف. أستاذ علي الفقي، المبعوث الدولي أيضا طلب أو كما يقول من تفاصيل الاتفاق بأنه تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الأطراف، أيضا قبل الترتيبات الأخيرة يجب نزع السلاح، ربما هي يعني عناوين يعني أصبحت مستهلكة ومعادة كل مرة. إذا ما تمت فعلا، هل ستقبل الحكومة الشرعية بتشكيل هذه حكومة وحدة وطنية التي يرى الكثير بأنها لصالح ميليشيات الحوثي؟ أعتقد أنه يعني عندما أسمع هذه العناوين يعود بالزمن إلى ما قبل سنتين، وكأنه ولد الشيخ يتحدث قبل مشاورات الكويت. يعني العناوين ذات العناوين واللغة ذات اللغة، يعني لم يختلف شيء سوى ربما في محاولة توسيع دائرة المشاركين في المشاورات، لكن في الحقيقة يعني لا أعتقد أنه سيبدو من المنطقي تشكيل حكومة، لأن الإشكالية ليست في الحكومة أساسا، الإشكالية في
تعريف الصراع القائم ويعني الوصول إلى صيغة إلى أين سيذهب كل طرف، هل لدى أو هل هذا الحل المطروح قدرة على إيقاف الحرب؟ وماذا يقصد بالحكومة؟ هل المقصود حكومة جهاز تنفيذي يعني الذي هو يعني رئاسة الوزراء، أم أن المقصود هو في الأساس الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي لا يزال يعني هو عنوان الشرعية في اليمن؟ وإذا كان يتحدث عن هذه النقطة بالتحديد فهي تؤكد ما تحدثنا عنه قبل قليل، أن المشاورات جزء من هدفها ترجمة النوايا الدولية وإقليمية في القضاء على الشرعية القائمة وإبدالها بعناوين مختلفة، الذي يعني وأنا يعني مع اتفاقي مع كثير ما طرحه الأستاذ عبد الناصر، إلا أنه في النهاية تظل الشرعية عنوان مهم وضروري لبقاء المعركة الوطنية، لأنه بانعدام الشرعية سيصبح القتال بين فصائل وميليشيات وتشكيلات مسلحة غير معروفة العناوين، وسندخل في ربما مرحلة الحرب المنسية التي لا يسأل عنها أحد، وهذا أمر مخيف وموحش لليمنيين. بالتالي بقاء الشرعية مهم، وأي حديث عن تشكيل حكومة قبل إنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية وتسليم السلاح أعتقد أنه ضرب من الخيال ومحاولة للقفز على المشكلة الحقيقية. نعم، قال المبعوث الأممي أستاذ علي بأن الشرعية تعرف ما عليها وأيضا الحوثيون يعرفون ما عليهم، برأيك هل هناك صفقات تفاهمات معينة من تحت الطاولة لم يتم الإعلان عنها؟ لا أعتقد أنه كلام عام ليس مبني على حقائق في الأساس، لأنه يعني هي جملة يمكن لأي شخص يمكن حتى لرجل الشارع أن يقولها، فمن خلال المشاورات الماضية ولقاءات طويلة سواء بين الانقلابيين والأطراف الدولية أو حتى بين الشرعية والأطراف الدولية لم تستطع الأمم المتحدة ولا الدول الراعية لعملية السلام في اليمن أن تضغط ضغط حقيقي على ميليشيات الحوثيين حتى لمجرد تقديم موافقات شكلية أو حتى لمجرد إثبات حسن النوايا. مثلا كان ولد الشيخ دائما يفشل في ما نقاط إثبات حسن النوايا، وكان في مقدمتها إطلاق المعتقلين، هذه النقطة فشل عندها ولد الشيخ ولم يستطع أن يحقق فيها شيئا طوال فترة بقائه مبعوثا أمميا في اليمن، وأعتقد أنها ذات النقاط التي سيفشل عندها المبعوث الجديد. ناهيك عن أنه خلال المشاورات الماضية ظلوا في الكويت قرابة 3 أشهر، لم يستطع ولد الشيخ إقناع الحوثيين على الموافقة على جدول المشاورات، الجدول الذي يفترض أن يقر في أول يوم في أول اجتماع لم يقر إلى آخر يوم، وكان الأمر محاولة فقط لصناعة نجاح وهمي من خلال جمع الأطراف المختلفة على طاولة مشاورات ليقول العالم أننا لا نزال نحاول يعني إنجاز عملية السلام في اليمن. نعم، طيب أستاذ عبد الناصر المودع المبعوث الأممي برأيك ما هي الضمانات التي يمتلكها حتى يعلن عن أن يكون الشهر المقبل سبتمبر هو بداية لمشاورات جديدة وتفاهمات وعودة الأطراف اليمنية للحل السياسي؟ لا يبدو أنه هناك ضمانات سوى الضغوط الخارجية. المبعوث الأممي كما لاحظنا في الفترة الماضية قام بزيارات لكثير من الدول العواصم الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة وطبعا بريطانيا الدولة التي ينتمي لها وغيرها من الدول الاتحاد الأوروبي دول أعضاء مجلس الأمن، هو فقط يراهن على أنه وضع هذا التاريخ وسيضغط من خلال هذه الدول على أن تجبر الأطراف التي سيستدعيها والتي حتى الآن لا نعرف بالضبط من هي أن يجبر هذه الأطراف على الوصول إلى جنيف في هذا التاريخ، هذا هو ما يراهن عليه. وهذا الأمر حتى لو تم يعني كما ذكر الأخ علي حتى لو تم هو لن يغير في الموضوع شيء. الصورة المتشائمة التي أنا أعرضها ويعرضها الأخ علي ويبدو أنه أي واحد ملم ويعرف طبيعة الصراع في اليمن لا يمتلك أي صورة غيرها يشير إلى أن المشكلة مشكلة أكبر من مبعوث أممي، أكبر من حتى دول الإقليم التي هي أيضا متورطة في الصراع اليمني
وهي غير قادرة على أن تلملم هذا الصراع أو حتى تسوقه بالاتجاه الذي تريده. لهذا لا نتوقع أي شيء يعني يقول لسوء الحظ، وهذا الكلام يعني نتمنى أن لا نقوله، نتمنى أن نعطي الناس فسحة من الأمل، ولكن لنكون واقعين لا نعطي الناس فسحة من الوهم أنه ليس هناك من أي إمكانية. كما ذكر الأخ علي ظلوا في الكويت، والأخ علي كان مقيم معهم هناك ويدرك التفاصيل أكثر مني ومن الكثيرين، أنهم مجرد حتى جدول الأعمال لم يتفقوا عليه، وهذا يعني يشير إلى أن المسألة في غاية التعقيد وفي غاية الصعوبة. إذا لم يتفقوا على جدول الأعمال الذي يفترض أنه يحسم في الجلسة الأولى وأحيانا قبل الجلسة الأولى، يعني في المرحلة التمهيدية يتم الاتفاق على جدول الأعمال، هذول لم يستطيعوا أن يتفقوا على جدول الأعمال إلى ما بعد 3 أشهر، فكيف نتخيل الآن بعد أن أصبح الموقف أكثر تعقيدا من الكويت؟ يعني الآن الوضع على الأرض أكثر تعقيدا مما كان عليه الحال في فترة الكويت. على العموم أنا عفوا أخي العزيز مضطر، لدي التزام آخر ومضطر. نشكرك يعني أجزت وأوفيت، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا من عمان. ونشرك معنا في الحديث الأستاذ سلمان عسكر المحلل السياسي السعودي، مرحبا بك أستاذ سلمان. مرحبا عزيزي، أهلا بك أستاذ سلمان. هناك من يقول بأن التحالف العربي يدعم هذه المفاوضات وعودة المسار السياسي بعد أن فشل في تحقيق انتصار بمعركة الحديدة وطرد الميليشيا الإنقلابية من هناك، ما رأيك؟ أهلا بك عزيزي ومشاهديك الكرام. مرحبا بك. هذه المقولة لا أعلم من فبركها أو من الذي صاغها، قد يبدو أنها الإعلام المنحاز للإنقلابيين الحوثيين. التحالف العربي لا يزال يقوم بدوره لاستعادة الشرعية في اليمن، يراعي قوانين الحرب الدولية ويحترم الإنسانية، ولذا في تحرير الحديدة ليس هناك أي موانع أو رضوخات تضع التحالف أمام الانصياع لرغبات الحوثيين. هناك مراعاة للإنسانية، كما تعلم بأن شهر يوليو الماضي في آخر رصد إحصائي بلغت الانتهاكات الحوثية في الحديدة في تعز قرابة 446 انتهاك. هذه الانتهاكات التي يمارسها الحوثيين تطال الحديدة، تطال باقي المحافظات، حجة، ذمار، صنعاء، غيرها من المحافظات اليمنية. لذا أعتقد أن الحوثيين قد طغوا في اليمن فسادا، والشعب اليمني هو أول من يصرخ ويطالب بتحرير اليمن من هذه الشرذمة الفاسقة. نعم. فيما يخص المباحثات الآن أستاذ سلمان، الآن برأيك الآن الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل نزع السلاح، موقف التحالف من هذا؟ يا أخي القرار في الأخير هو للشعب اليمني. نعم. الشعب اليمني رافض هؤلاء، رفضوهم منذ أكثر من 40 عام. هذا العصابة التي تريد أن تدمر اليمن وهي تنهب الآن اقتصادها، كيف لعاقل أو حتى مجنون أن يرضى بهؤلاء أن يصبحوا حكام؟ هناك طرق ديمقراطية في اليمن يمكن من خلالها اتخاذ حكومة وليس فرض حكومة للحوثيين. نعم. يعني الحوثيين لا يفرضوا أنفسهم أن يصبحوا حكام، الشعب هو صاحب الكلمة في الأخير. هناك الآن حكومة شرعية يا أخي معترف بها دوليا، هي التي تدير الأمور. هل يريد الحوثي أن يكون حكومة أخرى داخل حكومة؟ هذا الأمر لا يقبل أي نظام حتى في أسوأ الظروف. نعم. طيب أستاذ علي الفقيه، السؤال الأخير الآن، المتوقع الآن من الحكومة الشرعية ومن التحالف العربي في ظل هذا الضبابية وعدم وضوح يعني العناوين التي يفترض أن تكون واضحة لعقد أي تفاهمات سياسية، هل ستقبل بذلك؟ هل هي فقط عبارة عن مناورة سياسية من أجل إرضاء الأمم المتحدة لكنها ستتشبث بمبادئها التي دائما تقوم على المرجعيات وعلى القرار الأممي 22/16، أم ربما ما هو حاصل على الأرض سينعكس أيضا على الشرعية والتحالف ويقبل بأي تسوية سياسية مقبلة؟ أعتقد ما يستطيع المرء أن يتوقعه في هذا الوقت هو أن الحكومة ستذهب للمشاورات، لكن ماذا بعد؟ ما الذي سيطرح؟ عملية التمثيل على أي أساس ستتم؟ هذه تفاصيل قد تعيق
المشاورات، وقد تعيق على الأقل المضي في جدول أعمال واضح. موافقة الحكومة على كثير مما يطرح من قبل المبعوث الأممي أو من حتى الدول الراعية لعملية السلام في اليمن هي تستند إلى حقيقة أن الحوثيين دوما يرفضون كل ما يطرح، وبالتالي حتى في اللحظة التي تكون الحكومة غير مقتنعة بما يطرحه المبعوث الأممي أو بما يطرح من أفكار ورؤى هي توافق وتستند في ذلك إلى أن الحوثيين أساسا لن يوافقوا، لأنهم لا يؤمنون بعملية السلام، وأثبتوا خلال الفترة الماضية أنهم يعتمدون على القوة، يحاولون المراوغة والمناورة دون إبداء أي نوايا حقيقية للقبول بتحقيق السلام أو بإيقاف الحرب وقف نهائي، باستثناء ما يتمكنون من تحصيله من هدن وأوقات راحة يعيدون فيها لملمات قواتهم. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي الفقيه، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وعودة أخيرة للأستاذ سلمان عسكر المحلل السعودي. أستاذ سلمان، سؤال أخير فقط، إذا ما تمت هذه المفاوضات السياسية وتم تشكيل حكومة وحدة حكومة وطنية يعني يمثل فيها الحوثيون جزء من هذه الحكومة، هناك من يقول بأن هذا ربما هو انتصار للمشروع الإيراني عن طريق حليفه الحوثي، كيف تعلق؟ هي افتراضات يعني ربما لن تتم هذه المفاوضات، ولكن توقعات. توقعات يا اخي سيدي، اولا دعنا ناخذها بمنظار اوسع. نعم، ما يحدث في اليمن كان من الاجدر وضع حلول جذريه. انت كما تعلم ان موقف الامم المتحده، ودعني انت في برنامجك هذا تريد ان توضح للناس الحقائق، دعني انا استعيد لك بعض المعلومات التي قد تفيد برنامجكم وتفيد المشاهد. نعم، الامم المتحده يا سيدي تقوم بتزييف الحقائق والتستر على جرائم الحوثيين. أعطيك معلومات عاجلة، في عهد جمال بن عمر عندما كان مندوب في اليمن، كان حين عندما دخل الحوثيين صنعاء كان جمال بن عمر متواجد في صعدة في 21 سبتمبر 2014، ثم تلاه أحمد ولد الشيخ وتم استهداف مكة المكرمة وهو موجود في صنعاء، ثم أخيرا المندوب الحالي استهدفت ناقلتين نفط وهو موجود في صنعاء. إذا الأمم المتحدة ميؤوس منها تماما، يعني أضع هذه النقطة الأخيرة. أما فيما يخص سؤالك يا سيدي، فالحوثيين هذه اللحظة استهدفوا جازان بصاروخ باليستي، لا زالوا يمارسون العبث داخل اليمن والعبث مع الجيران. هؤلاء لا يصلحون أبدا أن يكونوا في مناصب قيادية يا سيدي. هؤلاء تم تجربتهم في الثلاث السنوات الماضية، وتجرع الشعب اليمني علقم ومرارة ومصائب هذه الفئة الفاسدة. المرتبات متوقفة من ثلاث سنوات، القتل لا يزال، تجريد الأطفال قائم. كيف تريد من هذه الفتانة أو هؤلاء الفسقة أن يصبحوا حتى مسؤولي حارة في اليمن؟ نعم، الشعب اليمني لن يقبل مهم بهؤلاء أبدا، وحتى في أسوأ الظروف لن يكونوا في السلطة القادمة لليمن. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي السعودي سلمان العسكر، كنت معنا من الرياض. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد والزمان. السلام عليكم.